السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الواجهة بتاعة برنامج الرين، وده برنامج بس جدا كمحرك ألعاب. فأنت بتيجي من هنا بتقول له أنا عايز أشتغل بلو برنت أو سي بلس بلس. سي بلس بلس تبدأ تكتب برمجة، البلو برنت بتوصل الحاجات ببعض، تعتبر برمجة مرئية وهنشوفها بتعمل إزاي. فأنا جدا أقول له مثلا أي واحدة من دول تختارها، تقول له كريت بروجكت، هيبدأ يعمل له كريت. بيحمل المشروع جديد، خلي بالك من مساحة المشروع، مجرد بس انت اخترته بتبقى مساحة كبيرة. فممكن لو كل شوية بتجرب تعمل نيو بروجكت نيو بروجكت تلاقي السي عندك معاها. طيب دلوقتي دي الواجهة بتاعت البرنامج. الجزء اللي تحت ده بيبقى فيه الميداليال وفيه العناصر، مجرد تسحب وتبدأ تحط في قلب الموديل هنا، وتقدر تعمل امبورت من بره الملف، هتلاقي التحية هو بيقبل فيديوهات وبيقبل صور وحاجات كتيرة جدا. سيف أول بتبدأ سيف شغل بتاعك، وده الفولدرات، وده البلو برنت اللي بنبدأ نشوفه مع بعض. وهنا هتلاقي أدوات مساعدة ليك، مثلا عايز تحط إنارة، عايز تحط فيجوال إفكت، برضه ممكن تجيب نفس العناصر دي من هنا. أقدر أقول له سيف كارنت، عايز تسيف اللقطة ديت، عايز أشوف الكونتنت اللي الجزء اللي تحت ده لو اختفى عندك تقدر تجيبه من هنا. ده هنا المتجر بتاعك، ماركت بليس، دي الإعدادات، ده البلو برنت لو أنت عايز تضيف ملف برمجي كده، بيبقى سهل جدا في الاستخدام، مش صعب ولا حاجة. وبعد كده تقدر تعمل بيلد أو بلاي للعبة بتاعتك، أو ممكن تقول له حملها لي في أحد الأجهزة ديت، مثلا عايز أشوفه على جوجل كروم أو فايرفوكس. طيب نيجي هنا هتلاقي دي بعض الأدوات، في مثلا عايز تشوف الريال تايم أي تعديل بيحصل، عايز تشوف الفريم بير سكند، عايز تقول مثلا بوك مارك، أنا مثلا عايز أروح للقطة بوك مارك 1 اللي أنا واقف فيها دلوقتي. طب لو قلت له بوك مارك 2 هيوديني اللقطة ديت. ممكن يكون عندي كذا لقطة وعايز أبدأ أتنقل بينهم، ده برسبكتيف، ممكن عايز اشوفه من التوب، عايز اشوفه من البوتوم، عايز اشوفه من الليفت، وهكذا. انت تقدر تشوف بقى الشغل بتاعك كيونت او وير فريم او ديتيل لايتنج او لايتنج اونلي، بيساعدك ان انت تركز اثناء الشغل بتاعك على الحاجة اللي انت عايزها. وهنا بقى الحاجات اللي انت هتشوفها، مثلا ممكن يكون في جريد عايز تخفيه، مثلا عايز تشوف كولوجين، عايز تشوف فوق، كل الحاجات دي تقدر تتحكم في ان انت تظهرها وتخفيها. مثلا ممكن تقول له انا عايز اخفي اللايتنج دلوقتي. وبعد كده عندي هنا موف، وعندي روتيت، وعندي سكيل. موف اول ما تتعلم عليها بيبدا يجيب لك الثلاث اسهم بالشكل دوت، فتقدر تتعلم على الشكل وتعمل اب وداون او موف بالشكل دوت، او ممكن تدوس على الكره اللي في النص دي، يبقى عندك حريه الحركه. واي عنصر بتعمل عليه سيلكت بيبدا يجيب لك الخصائص بتاعته، فممكن تعدل من هنا، يعني تقول له ايه لا ده انا عايز اعدل بشكل دوري، فيبدا ايه يجيب لك حاجه مثلا انت عايزها. ممكن تقول له روتيت فيغيرها لي بشكل دوري، فتقدر تعمل روتيت، او تقول له انا عايز اعمل سكيل. وكل واحده من دول ليها التجاذب بتاعتها، لان يعني ده الايديت بتاع السنابنج اوبشن اللي هو في الموف، هنا في الروتيت، هنا في السكيل. وهتلاقي هنا الورلد اوت لاينر، لازم انت تلاقي كل العناصر اللي موجوده وتقدر تخفي اي عنصر وتظهره بشكل كل العناصر اللي موجوده معاك في الجيمز.